بين رونالدو وجاري نيفيل تقول الى الزميل جون كيري الى حارس المرمى ديفيد جيمس. غارسيا بالخطا جول جول جول. الرد مبكرا من مايكل اوين. الرد اتى مبكرا جدا من مايكل اوين. اوين في الجول. وشوف وين الخطا، خطا المدافع على طول اللي هو كوستينيا، وكوستينيا يحول الكره هناك. واليوم مايكل اوين يسجل اسمه ويمهر الويستيجو، والويستيجو امام اثنين ويحاول يتخلص من الاثنين، تخلص من الاثنين ولعب الكره الى الامام والكره تلحق جو. ضاعت. يعني المباراه تشد من البدايه، المباراه تحلم من الفيجو مره اخرى. والمنتخب البرتغالي حلوة الكرة ملعوبة. تب كرة ثانية لاحظ مرة ينتهي على طول إلى مانيش. مانيش قد يتم للبرتغال والتس الله اليمنى توصل لصالح المنتخب البرتغالي والتحول مرة مرة الله ضاعت على المنتخب البرتغالي. يلعب فيجو، يطرف فيجو، يبدع فيجو، يبدع المنتخب البرتغالي. وديفيد بيكهام يتقدم يلعبها تسقط مرة ثانية أيضا. التحول والتسديد تأتي من روني. وين روني يسدد ويتابع كرة ديفيد بيكهام. التحول إلى أينما تذهب مع الإنجليز تشاهد وين روني، ومع البرتغاليين تشاهد الآن لويس فيجو. ولويس فيجو يتلاعب بجاري نيفيل وفيجو يلعبها ولكنها تصل سهلة إلى الحارس ديفيد جيمس. يسيطر على الكرة ورونالدو يحولها وتسديد. التسديدة الحلوة، التسديدة أيضا حلوة. رونالدو في الجهة اليمنى يحول الكرة. شوفوا مرة ثانية، شوفوا مرة الكرة أيضا للأمام بتقدم جيرارد والكرة تحول. الله ضاعت. تبقى محاولة للاعب اللي ديفيد بيكهام إلى نيفيل، ونيفيل يلعبها عالية والرأسية حلوة حلوة. شوف من متقدم لهذه المحاولة اللي هو كامبل يتقدم، وجاري نيفيل أيضا يتقدم والرأسية والهجوم تابع رونالدو. وشوف شوف شوف هي صدت طبعا هي المدافع أشلي فيجو، وفيجو يحاول يتخلص ولكن أمام اثنين وخلف لاعب، وبالتالي يرجع هو ويسيطر على الكرة. والهجوم يستمر المنتخب البرتغالي والرأسية تأتي ولكنها إلى خارج أرض الملعب. حلوة حلوة المباراة، حلوة حلوة المباراة، حلوة ألعاب من هنا ومن هناك. والمنتخب البرتغالي في بعض اللحظات يبدأ لمصالحة المنتخب البرتغالي، وكرة بينية المنتخب البرتغالي. رونالدو يتخلص من لاعب ومن الثاني يسقط على أرض الملعب، وبالتالي إلى خطأ المنتخب. قائد المنتخب البرتغالي فيجو عالية، فيجو يعملها عالية إلى ضربة مرمى. مباراة ممتعة الحقيقة. دقيقة 27 وشراك فازل، والكرة أيضا خطيرة تمر بسلام ويتابعها على طول ريكاردو. ريكاردو مرماك ما يحتمل هدف ثاني يا ريكاردو. شوف مرة ثانية الكرة اللي يلعبها المنتخب البرتغالي، وهجوم الآن المنتخب البرتغالي وتسحب المنتخب البرتغالي. رونالدو يقود هذا الهجوم، رونالدو يتقدم الشعب أكمله. الآن لويس فيجو يلعبها ولكن ديفيد جيمس يحولها إلى ضربة ركنية لمصلحة المنتخب البرتغالي. التسديدة يعني ضعيفة، وهنا تسديدة أيضا ضعيفة، والآن تأتي التسديدة من نونو جوميش ولكن سيطر عليها ديفيد جيمس. كثيرا ابتعدت، كثيرا وصلت، كثيرا ضربات حرة كثيرة شاهدناها، ضربات ركنية أيضا، محاولات تسديد شاهدناها تتوالى، ولكن لم يتمكن المنتخب البرتغالي من الوصول إلى مرمى المنتخب. يستضيف الشوط الثاني. الشوط الأول شاهدناه جميعا، المنتخب الإنجليزي سجل هدف واستطاع أنه يحافظ على هذا الهدف. المنتخب البرتغالي موجود، البرتغالي موجود وقائم، وهنا هجوم أيضا. ترسل الكرة إلى ديكو، ومرة ثانية رونالدو يحاول ولكن التغطية لا تأتي من مدافع الحقيقة مميز اللي هو واضح معك على الشاشة أشلي كول. ديفيد بيكهام الكرة تحول ولكنها أيضا تضرب في العارضة ومشتركة وفي صفارة أيضا من حكم المباراة، وبالتالي إلى خطأ. يعني لقاءات كبيرة، لقاءات كبيرة سبق طبعا للفريقين، 20 مباراة سابقة. البرتغال فقط فازت في 3 مباراة، ولكن شوف عدد من المرتدات أو يعني والصراع ما بين أشلي كول ورونالدو. يتقدم إلى الأمام ويلعب إلى رونالدو، رونالدو كول وهجوم للمنتخب الإنجليزي وكرة ملعوبة.
يمين مكان سكولز، سكولز قلع عطاها، وبالتالي الكرة أيضا ملعوبة عالية للمنتخب البرتغالي. الرأسية تأتي وأيضا إلى خارج أرض الملعب. وقد يندم البرتغالي كثيرا على هذه المحاولة. حلوة 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 من سيماو، أول لعبة من سيماو على سوبر أو يغير رأي تصل إلى كريستيانو رونالدو، رونالدو يتخلص مباشرة إلى جيرارد، مكوعة تصل مرة ثانية إلى لويس فيجو يقود هجوم. والله هذا عامل عمايل أشلي كل ديبورتيف لا كورونا في الدوري الأسباني، ضربة ركنية اللعب خطيرة المسرحة للمنتخب الإنجليزي، يعني المرتدة تكون سريعة، يكون باسل سريع تصل إلى كريستيانو رونالدو، رونالدو يتخلص المدافعين، ولكن الآن المرتد شوف طالع 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 فيجو، فيجو يجرب يسدد، الله الله الضيع الضيع على المنتخب البرتغالي. حلو من المباراة، البرتغال تحاول والبعتية مثلا محاولة لمسرحة المنتخب البرتغالي، الكرة ملعوبة الجول جول جول مرة ثانية هدف ملغي، هدف ملغي بداعي ان في خطأ، في خطأ سول كامبل حط الكرة، ولكن هنا هجوم يأتيك لعله الاخير والتسديد ايضا ملعوبة، ومرة ثانية ايضا منقولة الى الامام، والان ينهي حكم المباراة. ايها الاعزاء مشاهدي الجزيرة الرياضية في كل مكان، الشوط الثاني من المباراة إلى الآن، المنتخب البرتغالي في الجهة اليمنى هدف قد ينهي المباراة، هذا كريستيانو رونالدو يتخلص من لاعب ومن الثاني ويتعرض لإعاقة، وعليها ضربة حرة لمصلحة المنتخب البرتغالي. الضربة الحرة الأولى تأتي في الوقت الإضافي الأول، والإنذار الأول يأتي، وأيضا التحول وخطير المنتخب البرتغالي، وحكم المباراة يحتسبها ضربة ركنية، ولكن سليم 100% الكرة لضربة ركنية اللعب، ورأسية تصطاد، توصل مرة ثانية أيضا قوية وتصطاد، وسيماو سيماو يسقط على أرض الملعب، ولكن مع سقوط الإنجليزي، ولكن مقطوعة تصل مرة ثانية، هذا الهجوم والكرة تلعب، ومرة ثانية أيضا تصطاد وتسديد، لكن مع من؟ مع أشلي كول، ما راح يخليه، ما راح يخليه، شوف على طول على طول ما راح يخليه مباشرة إلى خارج أرض الملعب. طبعا رمية التماس تأتي لمصلحة المنتخب، شوف 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 صفر بالفعل حكم المباراة وأنهى. نصل الآن إلى الوقت الإضافي الثاني فاضي، على العموم ريكاردو يلعبها حلوة حلوة، لعب إلى كريستيانو رونالدو غالي الفريق اللي هاجم الآن، وكرة شوف شوف لحظة، هذه لحظة مثلا هو لاعب مهاري مهارة عالية، ولكن وين وين وين، خلاص خلاص انتهت، وقطعها قطعها ما يمر ما يمر ما يعني على الاطلاق. كريستيانو رونالدو اللاعب المستوى ضربه ركنيه اللعب والراسيه ايضا في الجول، ان اللعب يتواصل، هجوم برتغالي اخر ياتي لمصلحه المنتخب البرتغالي، ومرور ناجح الله، هكذا ولا فلا، جول ياتي، روي كوستا ياتي بالفرح للبرتغال، شوف مرة ثانية، يعني هي كده الأولى والله عبرت رونالدو، شوف الآن المنتخب البرتغالي المفروض يدافع، هو يهاجم وهو يسدد، والكرة إلى خارج أرض الملعب، فريق تحترم أن يلعب بهذا الشكل يعني، والتصفيق يأتي من المقصورة الرئيسية. المنتخب الإنجليزي راح يتقدم بكل لاعبيه تقريبا عدا أشلي كول، والضربة الركنية تأتي والرأسية، الله جول جول للمنتخب الإنجليزي، لامبارد لامبارد، مباراة غريبة عجيبة، مباراة غريبة عجيبة تتحول هنا وهناك،
حلوة 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 ملعوبة جون توري، جون تيري إلى لامبارد، ولامبارد في المرمى. الكرة منقولة طويلة جهة مايكل أوين، وكانت واحدة من النتائج التي حصلت. والآن الأخيرة والكرة ملعوبة أيضا إلى الأمام، محاولة مرور، اللقطة العامة الحقيقة لهذا الملعب يغلي. والآن كامبل باسل يحاول ولكن يتعرض لإعاقة، كاربايو وإعاقة وإنذار أيضا، وضربة حرة مباشرة قد تكون الأخيرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. ولا أمامنا ضربات الترجيح طبعا، نعم أنها الوقت الإضافي الثاني باستمرار التعادل ما بين المنتخبين البرتغالي والإنجليزي، وبالتالي أولى يعملها قائد المنتخب الإنجليزي بيكام، ديفيد بيكام. شوف وين حطها، وين حطها، فوق فوق فوق. ديكو ديكو وين يحطها في الجول، جول جول، هدف من ضربة ترجيحية الأولى لمصلحة المنتخب البرتغالي. حارس المرمى جيد جيمس، جيد جيمس، ولكن الكرة شوف وين حطها، ومايكل أوين يتقدم، جول. مايكل أوين يسدد، شوف يسدد كرة قوية هي صعبة، ملعب يدلش، وسيماو، سيماو جول، سيماو جول، سيماو جول، جول. البرتغال تتفوق بفارق ضربة المرمى، ولامبارد يتقدم، جول. لامبارد يسجل للمنتخب الإنجليزي الضربة الترجيحية الثالثة مع ضياع ضربة. أعتقد راح يسجل روي كوستا، أعتقد راح. ضاعت من روي كوستا، وعاد الوضع كما تيري، جون تيري يتقدم، جول. جول بكل هدوء، بكل هدوء جون تيري. والآن رونالدو، الآن رونالدو يتقدم، وجيمس في المرمى، والكرة في الجول، الكرة في الجول، والضربة الترجيحية الرابعة لمصلحة المنتخب البرتغالي. الملايين وهاري غريفز، الملايين تتطلع، جول جول. حلوة 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 حلوة، بكل سهولة يتمكن هاري غريفز من تسجيل الضربة الترجيحية الخامسة. مانش مانش مانش، جول. أشلي كول يتقدم، جول. أشلي كول يأتي بالجول، أشلي كول يأتي بالجول، ويستمر التعادل، وتستمر هذه البرتغالي. بوستيغا يلعبها، الله كم أنت محظوظ يا بوستيغا، كم أنت محظوظ يا بوستيغا. شوف 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 شوف، أسهل ضربة ترجيحية، أسهل. إنجليزي باسل، باسل يتقدم، ريكاردو ينجح، ريكاردو ينجح، ويعطي الفرصة للبرتغاليين. وجيمس، جيمس، جيمس، وريكاردو، ريكاردو هو البطل الليلة،